الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم ويبقى المسرح، وحلقه جديده ومميزه في رحاب المسرح بابداعاته المستنيره. قد بعمري وقمت اركض، قمت اركض مره امشي في ذاك المكان، يمكن واحد ولا اثنين كسرت بالمايه احنا ولا مرة أركض 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 نعم أركض أدور أركض 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 أدور أمشي أدور أركض يمكن واحد ولا اثنين في الماية هنا ولا هناك أدور مبارك بس قلت مبارك طح أركب فوق سيارة يمكن واحد ركبت فوق سيارة وكنت طالع يمين يسار أدور في هذا المكان نخلت هذاك المكان لغال ما لقيت حد الفنانة المسرحية ريم الفيصل وإبداعات مختلفة على خشبة أبي الفنون. تفاصيل أكثر مشاهدينا تابعونا في الفقرة التالية. حلمك بخر من بين يدينا وطيب دهر غربان. أنت شو تقولين يا صاي؟ بس ليه ما توقف كلمة على لسان؟ ما بتغيب شمس اليوم إلا كل البلاد تدري بسالفتنا. أيها السادة الكرام، الذي بثت تجاعيد الفقر واضحة عليها وعدم إرضاكم بالعزف لذلك المايسترو أيضا باتت واضحة، لكنكم رضيتم بالذل والإهانة. الفنانة المسرحية البحرينية ريم الفيصل موهبة مسرحية خليجية سطع نجمها على خشبة أبي الفنون، حيث تميزت ببصماتها الفنية التي تنوعت في مجال الأداء التمثيلي المسرحي. بدايتي كانت مسرحية السندباد في مهرجان الطفل، كانت سنة 2009، إخراج مبارك ماشي، وتتكلم عن قصة سندباد وياسمينة، فأنا كنت ماسكة دور الوصيفة، كنت أنا أفتتح المسرحية بغنية، فكنت خايفة بدرجة ما تتصورينها، كنت أصيح قبل لا تفتح الستارة، بس بعدين بعد ما مرت 10 دقائق حسيت أن الجو لا الجو عادي، وأنا دوري الوصيفة. وشفت ان الطفل حب الشخصيات اللي قاعد يشوفها. فديت امرك شوي مكن ريولك زين عن الطيح. مشاركتي في مهرجان ايام الشارقة المسرحية بدت في مسرحية مفاتيح، تأليف عبد الله صالح واخراج عبد الله صالح. كنت وايد خايفة، كنت وايد اسمع عن مهرجان ايام الشارقة المسرحية، فكنت وايد خايفة من تجربتي، لان انا بديت طفل، فقالوا لي أيام الشارقة المسرحية مهرجان نخبوي ويشاركون فيه عمالقة الفن هنا بالإمارات. فشافني عبد الله صالح قال لي إيش رأيك تشاركين معي؟ كانت المسرحية بس شخصيتين، كنت أنا وإبراهيم أستاذي. فأستاذ عبد الله صالح علمني وايد أشياء وكانت تجربة حلوة. بعدها انتقلت مسرحيات كثيرة، مسرحية الفرن في مهرجان أيام الشارقة، مسرحية سمن هرور، مسرحية الطين، مسرحية ليلى بعمر، حصلت على جائزة أفضل ممثلة واعدة في مسرحية ليلى بعمر، كانت تأليف محمد صالح وإخراج محمد صالح، وكانت بعد شخصيتين أنا وفيصل علي، وشاركنا فيها في مهرجان حلب بسوريا وكرمنا هناك بعد ما أخذنا الجوائز في مهرجان أيام الشارقة المسرحية، كرمنا في مهرجان حلب بسوريا. ليلى بعمر كانت من أحب المسرحيات حق قلبي، لأن هذه المسرحية حسيت أني أنا أقدر، يعني قادرة أني أنا أمثل في المسرح، يعني أستمر. بعدها انولدت طبعاً المسرحيات. آخر مسرحية كانت لي في مهرجان أيام الشارقة المسرحية مسرحية العرجون القديم، وايد أحب المسرحية هذه، كنا شخصيتين نسائيات ثنتين خوات، تعبت فيها وايد لأن شخصية وايد مركبة، شخصية وايد عنيدة، وأول مرة أمثل شخصية فيها مسرحية عفواً فيها شخصيتين نسائية.
محطات مختلفة اتسمت بالشغف وعشق التجربة المسرحية الفنية بسحر عوالمها الخلابة، مثمرة حالات من التوهج والتألق على الخشبة في ظل الرعاية والدعم اللامحدود الذي تتفرد به إمارة الشارقة، قلب المسرح النابض وقبلة كافة المسرحيين الخليجيين والعرب. التحديات اللي واجهتني في المسرح يمكن على الصعيد الشخصي ما واجهتني أي تحديات في حياتي، يعني مع عائلتي مع أهلي ما شفت أي تحديات، بالعكس كانوا أهلي وايد يشجعوني، كانوا يحضروا لي مهرجانات فكانوا حابين الفكرة. بس التحديات اللي واجهتني في المسرح هي تقمص الشخصيات، تقمص الشخصيات والحالة النفسية اللي أعيشها بين واقعي وبين واقع شخصيات ما تمثلني تماماً. صراع داخلي بيني وبين نفسي لازم أدرسه وأبحث عنه وأقدمه بشكل سلس. أغلب الشخصيات اللي مثلتها شخصيات مركبة، يعني شخصيات معقدة. اشتغلت مع أساتذة كبار، يعني إبراهيم سالم، مرعي الحليان، عبد الله صالح، فعطوني علموني وايد أشياء بالمسرح كنت أجهلها. وقالت لها أمي: أين كنت يا بنت؟ كنت تحدثي وإلا. ما في شيء ينقصنا إحنا الحين حالياً كجيل شباب، كل شيء متوفر لنا. طبعاً الفضاءات المسرحية الحين صار عندنا كثير من الدعم، خاصة في هذا الجيل صارت عندك وايد مهرجانات في الشارجة، صار عندك مهرجان أيام الشارقة المسرحية، المهرجان الصحراوي، المسرحيات القصيرة. نقدر نطلع كل طاقاتنا في إحنا كشباب في هذه المهرجانات اللي صارت متوفرة الحين. يعني قبل أتوقع كان ما في غير مهرجان أيام الشارقة المسرحية. طبعاً الداعم الكبير للممثلين وللمسرح الإماراتي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لأن صار المسرح الإماراتي يمثل العالم، وصل للعالمية مو بس للخليج وللوطن العربي، صار المسرح الإماراتي يمثل عالمياً بفضل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وإحنا كممثلين شاكرين له هذا الدعم واللي وصلنا له كمسرحيين. إدارة الممثل تعد من المهام الإخراجية الأساسية التي تساهم في إنجاح كل عرض مسرحي، لأن الممثل هو العمود الفقري لكل عرض. عن فن إدارة الممثل تأتي فقرتنا التالية. إدارة الممثل تبدأ من الإعداد الأولي للمخرج لكي يقدم عرضه على الخشبة أمام الجمهور، أي أنه يضع العناصر الأساسية للمرجعية الفكرية والجمالية للمنهج المسرحي الذي سيشتغل به، أو المدرسة الفنية التي ينتمي إليها هذا العرض المسرحي، أو لربما يريد أن يكسر كل هذه القواعد المتعارف عليها من أجل خلق شكل معين. هنا يتم الإعداد لإيجاد المعادلات البصرية المرتبطة بالحركة، بالحوار، بالجسد. فهنا نتطرق إلى عملية إدارة الممثل. وإدارة الممثل تبدأ من التدريب الأولى على الطاولة عند قراءة النص. يكون هناك استعداد من الفريق لكي توضع العناصر الأساسية من حدث وزمان ومكان وخط درامي وصراع إلى آخره من العناصر المرتبطة بالحبكة المسرحية. هنا يبدأ المخرج في تفاعله مع الممثلين بحيث أنهم يتشربون الشخصيات ويتشربون الحدث الدرامي ويشتغلون اشتغالا على إيقاع الحوار، على طريقة دعنا نقول البعد الخارجي للشخصية، البعد النفسي، البعد الاجتماعي، الحالة المسرحية التي ستكون من خلالها الشخصيات تقدم هذا الحدث المسرحي. ها 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 ومرة واحدة شلهم وفرهم على السيف، أنا كوّدهم على السيف، كوّدهم على السيف، ومن ذاك اليوم وهي القبة يسمونها قبة السكرت. أي أن المخرج يتفاعل
مع الممثل من خلال إعطائه وجهة نظره العامة، ثم استقبال وجهة نظر الممثل وتفاعل وجهتي نظر الفنانين تخلق الحالة العامة لما نريد أن نقدمه على الخشبة. بعد ذلك تأتي مرحلة القيام لكي نقوم بالتدريب على العرض. هذه المسألة تختلف من مخرج إلى آخر. هنا تبدأ عملية إدارة الممثل باتجاه أن يخلق شخصية بعيدة عن شخصيته، لكنها تتقاطع معه في مجموعة من الأشياء، بحيث أن الممثل يغذي الشخصية من إحساسه. وهنا تأتي عملية إدارة الممثل من خلال تحفيز المخرج لهذا الممثل، تحفيز مخيلته، تحفيز بعض من حوادث مثلا حدثت في حياته يمكن أن يستغلها لكي يشتغل على الدور. هنا يمكننا الحديث عن مخرج مهم روسي له باع طويل وأساسي في تكوين الممثل، بحيث أن المخرجين عادة ما يعتمدون عليه في إدارتهم للممثلين. وهنا أريد أن أشير إلى ما نسميه بالذاكرة الانفعالية، لكن بالإضافة إلى الذاكرة التي لدينا ونحفظ بها الأحداث والوجوه والأرقام والتواريخ، هناك ذاكرة نفسية انفعالية فيها الكثير من الحالات التي نعيشها وتبقى مخزنة في الذاكرة. هنا في عملية إدارة الممثل يشتغل المخرج على هذه الذاكرة الانفعالية لكي يستثمرها لخدمة الدور المسرحي، ومجموعة من الأشياء الأخرى الحقيقة التي تعتبر روافع للممثل لكي يقدم شخصيته على الخشبة. عملية إدارة الممثل لا تنتهي بانتهاء العرض واكتماله أعتقد، وبتجربتي المتواضعة كمخرج أعتمد العرض الأول من الاشتغال بمثابة المرحلة الأخيرة للتدريب في إدارة الممثل، بحيث أن المخرج أو الفريق الفني يتابع العرض ويسجل رد فعل الجمهور، لأن في الأخير الجمهور لا تكتمل الحلقة المسرحية بدون الجمهور. هنا نعود إلى الاشتغال مرة أخرى من خلال إدارة الممثل، لأن الممثل هو العنصر الأساسي في العملية المسرحية، ويمكن أن نستغني على جميع العناصر إلا الممثل. ممكن أن نستغني عن القاعة ونقدم مسرحية في فضاء رحب، وممكن نستغني عن السينوغرافيا وعن الإنارة، لكن العنصر البشري الإنساني الذي هو الممثل عنصر أساسي وجوهري. يعد أحد أهم فرسان المسرح الإماراتي، نجم سطع وتلألأ بأدائه الفني المتميز في مجال الأداء التمثيلي، مجسداً أعظم وأبرز الشخصيات المسرحية الخالدة. إنه الفنان والمبدع القدير أحمد الجسمي. وقال بعد عيال شقايل كنادير وبدال وقمصان وبنطلونات وجنس بعد. أصدرت محكمة الجنايات حكماً بجرد كل من ألف نون وعيصاد 40 جلدة أمام طائفة من المسلمين، وتغريم كل منهما 500 روبية هندية. السلام على مولاي وولي نعمتي وزير بغداد المعظم. يعني المسرح عقب هذا العمر كله يعني لي الشيء الكثير، يعني يكفي أني أنا عشت مع المسرح، يعني ما أقول يعني منذ الطفولة في مشاهداتي وحبي وعشقي لهذا الشيء العجيب والغريب، سواء من خلال التلفزيون أو من خلال النشاط المدرسي، لكن من بعد أصبحت أنا جزء من هذه الخشبة يعني، ومش ندمان أبداً، بالعكس كنت هندم إذا ما كنت منتمي إلى عالم المسرح. عشت الحياة كلها على خشبة المسرح. الفنان الإماراتي القدير أحمد الجسمي، مسيرة مسرحية حافلة تميزت بعطاءاتها وعشقها للمسرح لما يزيد على أكثر من 4 عقود سطرت خلالها أروع منجزاتها الإبداعية المسرحية، مخلدة بحروف من ذهب نجوميتها في تاريخ الحركة المسرحية الإماراتية والخليجية والعربية، وبزوغه المتفرد في مجالات الدراما التلفزيونية والسينمائية والإذاعية والإنتاج الفني، إضافة إلى شغله للعديد من المناصب الإدارية المسرحية وعلى رأسها رئاسة أهم وأعرق الفرق المسرحية المحلية
ألا وهو مسرح الشارقة الوطني، أحد أهم الصروح المسرحية الإماراتية. ولو عادت للحياة مرة أخرى لقتلتها 1000 مرة. يعني بداية كانت مع المسرح المدرسي. أنا طبعاً مثل معظم الأسر والعوائل الإماراتية اللي انتقلوا مع أباهم إلى دول الخليج، أنا كنت في الكويت والوالد كان يعمل هناك، وأنا درست الابتدائية هناك ومن البداية في المرحلة الابتدائية مع النشاط المدرسي كنت في الموسيقى، كنت أعشق الموسيقى. وبعدين دخلنا في نشاط مع بعض في الموسيقى والمسرح المدرسي، فكنا احنا نعزف لهم مثل موسيقى تصويرية ومثل موسيقى، وعشقت المسرح وأنا أعزف موسيقى، لكن الفن أسرني يعني، فانتقلت من الموسيقى إلى المسرح. ثم جينا هنا وفي الثانوية وكونت فرقة مسرحية في مدرسة الراشدية في عجمان، قدمنا مسرحية ونهاية الفصل وبداية الفصل وخلاص بدأت الحكاية. كل من يسأله من أهل الأسواق من الناس الطيبين يعطون أوصاف أبي والعربة الخشبية والشخص الذي يدفع أبي، لكنهم لا يعرفون أين يوجد. إحنا البداية الحقيقية كانت في مسرحية دياي طيروها. دياي طيروها في 80 أو 81 لمسرحية الكاتب الكبير توفيق الحكيم، أخراج أخونا المبدأ الله يقومه بالسلامة أخونا عبد الله المناعي، الأستاذ عبد الله المناعي، هذا مخرج كل الفنانين الشباب اللي في الإمارات. دياي طيروها في المسرح الشارقة الوطني وعرضناها في قاعة أفريقيا. طبعا هي المرحلة الانتقالية، يعني ما أقولك من الهواية للاحتراف، ربما نسميها كذي، لكن من حالة المسرح المدرسي إلى المسرح الحقيقي. يعني هذه المسرحية وفيها يعني أسماء جميلة ورائعة، أخواننا الفنانين اللي كانوا واللي انقطعوا عن المسرح. يمكن دياي طيروها في أسماء ناس اللي يعني يفترض أن يكونوا متواصلين معنا، يعني مثلا عبد الصمد بن سلوم الله يذكره بالخير، أسماء كثيرة. بدأت المسرحيات الأخرى، وأذكر مسرحية السلطان لكاتبنا أخونا ناصر النعيمي، أيضا أخراج عبد الله المناعي، وهكذا تدرجنا. وأذكرنا كانت مرحلة فاصلة هي الدورة التدريبية اللي عملها وزارة الثقافة مع الأستاذ المنصف السويسي. طبعا هاي مرحلة جدا مهمة لأن فيها بشكل مكثف خلال 4 أو 6 شهور دراسة عن فن المسرح بكل محتوى، كأن احنا دخلنا الأكاديمية. ومن ثم بدينا بالأعمال الكبيرة اللي مرتبطة مرة واحدة عملنا مسرح قومي، مرة عملنا رأس المملوك جابر، اتحاد فرق مسرحية داخل إمارة الشارقة، مسرح كلبة وأخوة فكان والمسرح الحديث ومسرح الشارقة الوطني. عملنا كلنا دمجنا في عمل واحد اللي اسمه رأس المملوك جابر، إخراج الأستاذ عبد الله عبد القادر. ومن ثم بدأت مرحلة المهرجانات، وهنا شوية الأمور اختلفت. ورحنا مهرجان قرطاج الأول، ورحنا مهرجان طبعا دمشق المسرحي، وبدينا مع هالمهرجان. كانوا هما المهرجانين الكبار اللي موجودين على مستوى الوطن العربي، إضافة لمهرجان بغداد اللي شوية توقف أثناء الحرب وبعدين رجع مرة ثانية. بعد انتقلت المسألة، يعني أنا أقفز قفزات، في الدورة الثانية لمهرجان قرطاج حصلت على جائزة أفضل ممثل على مستوى الوطن العربي، فضل من الله سبحانه وتعالى ودعم من كل الأخوة اللي معاي في مسرحية مقهى أبو حمدة بقيادة الأستاذ دكتور جواد الأسدي. في مقهى أبو حمدة نقلة معرفية أخرى. من ثم وجدت بأن كل أستاذ يأتي هي بالنسبة لي معهد. لما نتعامل مقهى أبو حمدة في فترة البروفات، العمل المسرحي هو هكذا، هذه الفترة مع مبدع كبير، مبدع حقيقي،
عارفة شو قصدي؟ احنا محظوظين ان تعاملنا مع مبدعين على مستوى الوطن العربي، كانوا مبدعين حقيقيين، كانوا هناك في بصمات واضحة في العالم، في المسرح العربي، المخرجين المبدعين. محطات مسرحية إبداعية انطلقت بميلاد متجدد في كل مرحلة فنية، محققة رسوخها بقوة الموهبة والسعي الدائم لصقلها وتطويرها منذ انطلاقتها في دياي طيروها، ووصولا لأعظم المسرحيات التاريخية التي جسدها عملاق المسرح الإماراتي الفنان أحمد الجسمي. أنا أؤمن بالتخصصية، أنا ممثل، لكن أنا أقول الإبداع الحقيقي الواحد يعني يا دوب يقدر هو يعني يمشي في خط واحد. أنا بصراحة أعوذ بالله من كلمة أنا، بس مو من بدايتي، بعد عمر، بعد تجربة، خذ تجربة الإخراج، أخرجت لي مسرحية مسرحيتين. أنا قررت مع نفسي أن يعني ممكن أعرف في كل مداخل الإخراج، لكن خليني أبقى ممثل. لقد ألقيت القبض على من كان بأرض بابل من أهل بيت الضحاك. أهم محطة وأهم انتقالة هي دخولي في أعمال صاحب السمو، يعني من هولاكو، والشيء اللي أفخر فيه وأنا محظوظ فيه وأحمد الله سبحانه وتعالى أن أكون العنصر المشترك في جميع أعمال صاحب السمو. هذا الشرف عظيم لي، يعني كل الإبداعات الكبيرة اللي قدمها صاحب السمو في 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 الأعمال المسرحية على مدار هذا الوقت اللي احنا فيه، أنا عنصر في كل هذه الأعمال. لكن أنا أقول حاجة، استفدت استفادة كبيرة، وهي بالفعل نقلة نوعية بالنسبة لي، فكرية وفنية، تجاربي في أعمال صاحب السمو. لأن المقولة اللي يقولها صاحب السمو ربما الإنسان يحسها بأنها بسيطة جدا ومقتول، لكنها عميقة جدا، ونستلهم من التاريخ واقع الحال. وبالتالي تعاملت من خلال أعمال صاحب السمو مع مبدعين كبار، وأكبر عمل إحنا المسرح المحلي والخليجي والعربي يفخر به ويعتبره هو رسول المسرح العربي، مسرحية نمرود لينتقل الآن إلى كل مسارح العالم. هذا عمل من أعمال صاحب السمو ومن إخراج المنصف السويسي رحمة الله عليه، وهذا العمل طبعا ضخم وكبير ومهم للغاية، لأن مقولته النص والإخراج أيضا ينفع لكل زمان ومكان. أدخلوه في الغار وابن علي ليموت وهو في داخل الغار. أهم الجوائز وأكبرها لنا هي جائزة الدولة التقديرية اللي استلمتها من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. هذه الجائزة طبعا لها مكانة كبيرة، ما استلمت إلا لأني أنا ابن المسرح، يعني أخذت هذه الجائزة لأني فنان. والجائزة الثانية هي جائزة أفضل ممثل في قرطاج. هناك جوائز كثيرة وعديدة، لكن سنوات أني أكون أنا فنان مكرم في أيام الشارقة المسرحية، وأخذت تكريمي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. الفنان أحمد الجسمي وحاز على العديد والكثير من الجوائز. مسرح الشارقة الوطني أنا ما لحقت على التأسيس الأولي، لأن في جيل قبلي يعني هم كثر الله خيرهم أسسوا الفرقة وبنوها وعملوها، على رأسهم محمد حمدان بن خادم في الانتقالة الثانية التحق في المسرح. وطبعا يعني كنا جزء مع الناس الكبار اللي أسسوا، طبعا معاهم عدنا عليهم واشتغلنا معاهم، كنا احنا الجيل الثاني، فأخذنا منهم عرفتي، واتبعنا نفس الخطوات والطرق، يعني اللي لحقنا على الأستاذ إبراهيم جلال رحمة الله عليه،
الفنان العربي الكبير العربي، ولحقنا على أساتذة كثار، مجموعة كبيرة. يعني ما أبغي أدخل في ذكر الأسماء لأن يمكن أنسى حد أو شيء، بس المسرح قام على أكتاف هؤلاء اللي كانوا بالنسبة لنا أساتذة. إحنا نهجنا منهم، أخذنا منهم، نهلنا منهم، ومشينا على خطواتهم، ومن ثم بدينا نكمل الطريق والمشوار ونجدد ونطور ونأتي بمخرجين آخرين. أسماء كثيرة وكبيرة مروا على هذه الفرقة. عصى بيدي عصى الموت وأذلة، والرمش شاحت الدنيا. هي والله بصراحة بصراحة المسرح الإماراتي بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم ينافس في كل المهرجانات المحلية والخليجية والعربية، مش ينافس بفلوسه وبهذا، لا، بفكرة، تطور، وعى. الشيخ سلطان يضع أمامنا كل الخيارات وينقلنا من مكان لمكان ويرعانا، ويعني بصراحة يعني أكثر من كذي ما أقدر أتكلم، لأن الرجل يدعمنا بحضوره ويدعمنا بالمال ويدعمنا حتى في العمل، يكتب لنا مسرحيات، في حاكم يكتب مسرحيات، وين؟ الحمد لله ولك الحمد، والله الناس تحسدنا. لكن وهذا حقيقة، نحن اليوم نتكلم عن اليوم، نحن البارحة مفتتحين أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وبعرض من كتابة صاحب السمو كتاب الله. يعني هذه المناسبة كم هي عظيمة، خلي المسرحية اللي كتبها الشيخ الله يطول في عمره، لكن أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية أكاديمية عالمية هذه، يعني بصراحة هذا مش لعيالنا بكرة، هذه أنا أعتقد يسامحوني ولا يزعلون علي، يعني سواء معهد الفنون في الكويت ولا في القاهرة، هذه أهم معهد في الوطن العربي كله. وبالتالي يعني إحنا نقول إذا كانت هناك بعض يعني المعوقات، هي إن نحن قاعدين نتطور في المسرح، يمشي مع هذا التطور في المسرح يكون تطور في الدراما. توقفوا توقفوا توقفوا، لن نستطيع القضاء عليهم بالمدفع والرشاش. أم بماذا؟ بالنور، بالنور نستطيع القضاء عليهم. إحنا يمكن نكون من النوادر أن نكون المسرحيين أو المثقفين، إحنا لنا علاقة مباشرة مع 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 سيد المسرح، يعني مع 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 الحاكم، وبالتالي له قيمة. أما المسرح ما يكون في بلد مالوش أي اهتمام أو رعاية أو قيمة بين المسؤولين وكذلك بين المجتمع، يعني مين يرعاه هذا الممثل المسكين الفقير يعني؟ فإحنا في الإمارات الوضع يختلف أنا أعتقد. يعني أنا في الإمارات أحس بنشوة وفرحة عظيمة اللي قدمها لي المسرح، هذه العلاقة الطيبة مع المسؤولين، مع الكبار، مع الجمهور، مع الصغار. بس ها عليك أنك أنت أيضا تعرف ماذا تقدم على هذه الخشبة لتصل هذه المواصيل وهذه العلاقة الطيبة وهذه المحبة. إلى هنا نصل معكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، وبسحر المسرح المتجدد نلتقي دوما، دمتم في أمان الله.